عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج رجال من الكويت. كنا قد التقينا في الحلقة الماضية مع النائب السيد خليل الصالح، وفي هذه الحلقة نستكمل الحديث الذي قدمناه لكم، وكان حديثا طيبا ممتعا، ولا بد أن نستكمل معه المشوار في النقاط الكثيرة والمواقف الكثيرة في حياة هذا الرجل. حياك الله أبو أحمد معانا، ونحن سعداء نلتقي بك مرة أخرى. أهلا خالد، حياك الله. أهلا، الله يحييك. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند الغزو، وطبعا الغزو حديث ذو شجون، وأنت أيضا من الناس الذين اعتقلوا وحكم عليك بالإعدام، وهذه هي نقطة البداية التي نتحدث بها. طبعا بعد ما صار طوق أمني على منطقة الإرمثية، نعم، وبدأوا بأخذ الشباب، وخسرنا كثير من أصدقائنا اللي صراحة يعني افتقدناهم، واللي استشهد واللي مفقود، الله يرحمه. ومرت الأيام على ذلك، وكان لنا من هذا الأمر. وطبعا كان في ذاك الزمن أو في ذاك الوقت أن كل شخص كويتي يأوي أجنبي عنده سوف يعدم، ولذلك كنت أنا بسبب الوجود الطاقم الأجنبي إلى الجابرية، وبعد ذلك تم القبض علينا. وكان القبض بتهمة، أول تهمة طبعا توقعتها أنا على هذه الإيواء، الإعدام يعكر على كل حال. وكان أساسهم كانوا يتابعون تحرك دعم مالي اللي جاي من السعودية حق الصامتين في الكويت، وكانت تتوزع على الجمعيات التعاونية، والجمعيات يوزعونها على الأسر على أساس يصير عندهم موجود يتابعون حياتهم استمرارية بقائهم. وكان يبون شلون الجمعية هذه فلوسها وين تروح وين تجي. المهم لمونا خمونا خم على هالمكان، أخذ طق، وبعدين قعدونا في أول شيء في قصر نايف، وحصلنا يعني ما حصلنا وأنا والزملاء، وكذلك حولونا إلى في العرضية إلى منطقة المشاتل. وهني ننتظر شو بيسوون فينا، يقولون إلى العراق، لأن خلاص كتب علينا قضية الإعدام على قضية أن سوونا تهمة أن المصرف العراقي والاقتصاد الجيران من أمن الدولة، وكان السجاري مدير مكتب وزير الشيخ سالم الصباح، ومجموعة أخرى من الشباب الموجودين. كنا في مكان واحد، الآن ودونا إلى العراق، وكنا يعني كل واحد الله مقدر له تقدير معين، سبحان الله. كل مجموعة باص، وأنا يعني بغيت أروح الباص اللي في والمجموعة هذه، سبحان الله يعني ما قدر. رحنا باص ثاني، باصهم هذا على طول وداها بغداد، باصنا احنا ودانا البصره قعدنا، وشهر بعد مطر، تكلمنا عن شهر يناير وقتها يوم طلعونا من الـ من الـ من الكويت، وامطار ودنيا، فهذا ظهر اهله هناك وراح حطونا بالسجن هناك لان درجت الحرب الجويه، وكسروا كل السجون، لا كسروا كل خلينا نقول الجسور الممتدة من الضفة لضفة، يعني عشان تنتقل لبغداد لازم تروح عن طريق الجسر المناطق الجنوبية إلى أن توصل لبغداد، فأكو جسور موجودة، هذا الجسور كلها تحطمت. وبعدها جانا بعد 10 أيام هذا، طبعا صواريخ تنزل علينا في المكان، يعني سبحان الله اللي كاتب للحياة واللي كاتب للموت، الله قدره، والله يمكن يمنى نزل صاروخ وطير مجموعة كبيرة جدا.
فترة السجن يعني فترة يعني عصيبة يعني. أكيد. يعني حالة يعني أنا قلت صحك حالة كثيفة كلش بالمرة. على كل حال أخذنا إلى طلعونا من البصرة إلى بغداد، وتورط السائق في الطريق مو قادر يعبر. عرفة جلسنا في منطقة الديوانية. سبحان ربي إن كان للسر في هذا الأمر، وسوف أتيكم فيه بعد قليل. أبو أحمد، طبعا بعد هذه المعاناة خرجتم من السجن، شلون كان الخروج؟ طبعا كان عندنا مؤشرات أن سوف يتم فتح السجون. نعم. وكان الكويتيين كانوا موجودين هناك كذلك، الأسرة الكويتية حوالي 14 شخص. ففي بعد يومين ثلاثة سمعنا إطلاق نار وفتشوا السجون ودخلوا، وطلعنا احنا مع بعض، احنا معتنا ومجموعة السيدات اللي كانوا معانا وخرجنا. طبعا خروجنا من باب واحد ما شاء الله، لما تشوف السماء حمرة تجاه الكويت تجاه الجنوب. نعم. وكأنما نار بالسماء، طبعا كلها من ملوت الحقول النفط اللي تم حرقها وهذا. وخرجنا وما احنا عارفين، دور الشارع الرئيسي والله يجي سيارة مالت الجيش وتوقف قدامنا. من اللي ساعد في اطلاق؟ لان كانت فوضى. ثوار الجنوب. ثوار الجنوب. نعم. اهل الجنوب لهم قصه هذيل، نكملها لك احيانا شوي. هذيل طبعا وانت ماشي من فوق من صوب النجف وانت نازل الى المناطق الجنوبيه كلها، الى ما وصل البصره، لا قبل البصره كان اكو الناصريه وكان المناطق هذه كلها. لا المهم احنا خرجنا ودخلنا في سياره الكارجو مالت العسكريين، ما احنا عارفين طريقنا. المهم الله ناصر ربك ومسيرنا، ودخلنا في المنطقه هذه. وكان هناك نظام عشائر يعني، وكان كل منطقه لها رئيس قبيله، رئيس شيخ قبيله مقام يعني ما يسمي بهذا الامر. والله خذونا، وانا رحت ادور على الشخص المسؤول على اساس ان احنا مع الثوار صرنا الحين ونعرف طريقنا بنروح الكويت. وقال هذا ابوهم، قال لا والله تقعدون ما تطلعون ثلاثة ايام. يا معود يا طيب، احنا بنمشي ايش نبغى ثلاثة ايام؟ ويحط ضيافتهم. وقعدنا ثلاثة ايام، النساء قاعدين في سكن خاص واحنا بسكن خاص، ثلاثة ايام. ثلاثة ايام قعدنا ما قدرنا نطلع. قال بعدين اسلم يعني. دخلنا احنا هناك شفنا النظام البائد شلون كان عند احكام، دشينا اماكنهم شفنا الاوراق الاحكام جاهزه معلبه، بس تعال حط اسمه وعطه هذا جريمته كذي وهذا جريمته كذي، شفنا الاوراق داخل في المواقع يعني جرائم وصائم وجاهزه معلبه خالصه، بس كل واحد عطى اسمه ودزه. على كل حال انتقلنا الى السماوه هذه المنطقه، واعطانا طبعا سياره واعطانا ناس يروحون ويانا، هذا من عيار السايق هذا. وطبعا ابنائهم راحوا شهداء كذلك اثناء الاحتكاك او الاشتباك مع جماعه العهد البائد صدام. وراح منهم، ماكو معركه لنا فيها شهداء هذه. اكيد. على كل حال رحنا هناك في منطقه السماوه، وكان يومها كنا اطلاق نار بالليل وهذا، وقعدنا احدى الفنادق على اساس يتم تحويلنا الى منطقه العبور اللي هي بالناصريه. هناك كان موجودين القوات الامريكيه في هذا المكان. فما خلونا نطلع، قالوا لا احنا طلعنا وايد من الكويتيين ولحد الحين ما شفنا من الجهات الدوليه ما يثبت ان هنالك في بالعراق انتفاضه او في انقلاب او مسمي انتفاضه شعبيه، وان الجزء الجنوبي تم اخذه. وللامانه يعني هذا السائق اللي كان موجود في منطقه الديوانيه اعطاني رشاش، قال اخذه وياك، اعطي حق الشيخ سعد العبد الله، ترى احنا في العراق احنا نعز ونكرم ال الصباح. هذا هم هناك في ذاك الزمن نتكلم. نعم. واعطاني رشاش، قال ما شفت الرشاش هذا، خله عندك. قال لا تاخذه وياك، وخليته بالجيب مالهم بالسياره، اخذتنا وخليته وياك. شايل ايش؟ ودي الرشاش وياي كم حاله. المهم فقعدنا في السماء وفتره يومين على ان يصير مفاوضات مع هذا، وطلب مني اني انا اكون المنسق. قالت تروح هناك حق الامريكان وتقول لهم. انا قلت له والله ما اطلع بروحي،
يا ربعي ويا يا ما اطلع يا كلنا. قال خلاص هاي الدفعه بنطلعكم كلكم، الدفعات الثانيه نبي نشوف احنا من البي بي سي والفويس اوف امريكا اعلان صريح واضح انه يبينون فيه ان قوات العراقيه في الجنوب سيطرت على المناطق الجنوبيه، او خلينا نقول الشعب الثوار صح التعبير اللي هم قاموا بالانتفاضه الاخيره اللي صارت في ذاك الزمن. وفعلا قعدت مع الكوماندر مالهم هذا، والصبح اول خبر كان هالشيء، وبعد طلعوا كل الكويتيين اللي كانوا موجودين ما تبقي، طبعا في كويتيين وايد طالعين قبل بس هم كانوا بيستفيدون من العمليه هذه كلها. وانتقلنا من العراق الى عرعر والى حفر الباطن، وبعد ما اقول لكم خير بخير ما قصروا السعوديه، حطونا هناك في المدارس والله وكيلك على قولك ما تنقال السالفه، القمر تحت بيت سادنا الله تتحمم تقول كنا سمسم بالارض طايح بعد يعني طبعا اكيد. على كل حال يدنا الكويت دخلنا والاخوان كلهم دخلوا معانا، ووصلنا كل اهل البيوت لاهاليهم والحمد لله رب العالمين. وهذه كانت يعني اقول الوطن يستحق اكثر من ذلك مهما تعمل. هناك شهداء راحوا وهنالك ناس مفقودين في ذاك الوقت. انا اقول الكويت قدم صار لها تاريخ يعني. تاريخ في لما ترجع الى تاريخ الدول والحضارات والامور تجد ان هنالك في معارك في امور هاي سجلت بتاريخ الكويت ان هنالك شهداء وهنالك غزو وهنالك لكن الله بفضل الطيبين والناس والاعمال الخيره التي يقومون فيها ابناء الشعب الكويت وعلى راس حضره صاحب السمو يعني لها بلا شك ان الله سبحانه وتعالى حمى هذه البلد ورجعها الى ودائما هي محميه بنوايا اهلها الطيبين. واعتقد هي طبعا بلد دائما بلد خير وبلد سلام. اعتقد الحين في الوقت الحالي اكو مثل الكويت يقدم هالمساعدات اللي ما لها سقف. ابو احمد يعني هل هذا يعني ما تعرضت له في فتره الغزو هي التي جعلتك تفكر بانك انت تتجه الى العمل السياسي؟ والله انا من زمان كنت في العمل السياسي، كنت انا بال 83 كنا نشيطين ثمانية صار انتخابات وكنا نسمون نلعوز هذول المرشحين ونداغلهم من يوم هناك ونداغشهم ونقول لهم كذي وكذي شباب. بعدين العم الكبير عباس الخضاري كان نازل في المنطقه وانا كنت من ماسك الحمله الانتخابيه في ذاك الزمن حقه. اتكلم على سنه 83 83 و85 نجح اخذ رقم كبير جدا. كان عنده حب كبير جدا للناس، الناس تحبه ولذلك اتت كلها. فكنت ماشي في العمل السياسي الى دشيت في 2003 من التشجيع من الشباب ليش ما تحاول؟ محاولاتنا في منطقه الرميثيه بعدين انتقلت الى منطقه الدائره الثانيه ووجدنا وجودنا في هذا المكان. وحين من 2012 الى الدوره الفتره الحاليه هسه قدمنا للوطن شيء يستحق. نعم اعتقد في الفتره الاولى اللي هي يعني المجلس الاول اللي دخلت فيه شنو كان طموحك؟ شنو قدمت؟ اهم المقترحات اللي تقدمت؟ خلينا نجمع المقترحات الموجوده، طبعا ايش كان مؤقت الى ان حله وبعدين المنحل الثاني وبعدين دخلنا ب 13 وكان هني هذه الاخطاء الحقيقي. هذا المجلس 2013 ل 2016 ثلاث سنوات قدم مشاريع قوانين ما كانت موجوده. ولله الحمد وفريق العمل اللي معي قدمنا عده مقترحات وصار بقانون وصارت قوانين وذات فائده ابديه للكويتيين. انا اتكلم بالوقت الحالي. واحد انا كان عندي قضيه الصوت الواحد كان عندي في يعني قناعه مطلقه. احد اسباب استقرار الكويت وحاولت ترجمته الى مواقع اخرى ومنها الجمعيات التعاونيه. فقدمت مشروع قانون لصوت الواحد بالجمعيات التعاونيه. فما كل اللوبيات هذه اللي تسيطر وتاخذ ناس ما تستحق وتدخل ناس مستحقه ما تدخل وتضيع الحسبه اللي هو الجروبات الكبيره. فصوت الواحد اعطى فرص حق كل القطاعات من يرى في نفسه ويدخل عنده بعدين الصيد وصار. والان ما قصرت يعني الحكومه ذاك الزمن ووافقت على مشروع قانون. هذا هو القانون. القانون الثاني المهم وهو قانون انه ما كان في عداله موجوده في للمواطنين الكويتيين في قطاعات اخرى، يعني تي في القطاع النفطي في عنده مكافات نهايه خدمه، تي في قطاع الهيئات والمؤسسات في
مكافأة نهاية خدمة. أما اللي يشتغل في الحكومة يطلع تقاعد ويجي داشته، ما في إيد وراء إيد دا، ما عنده شيء إلا ما تبقى له من إجازاته. هذا يمكن يحصل له شيء بسيط وسلامتك، ما عنده شيء. فقدمنا مشروع قانون وهو مكافأة نهاية الخدمة لكل مواطن كويتي، سواء كان يشتغل القطاع الخاص، يشتغل في القطاع الحكومي، يشتغل في القطاع العسكري، يشتغل في القطاع، أي واحد ما عنده مكافأة نهاية خدمة سوينا له مشروع مكافأة نهاية خدمة، وصار قانون وهذا سوف يستمر للأبد. بس أيضا أبو أحمد في قطاعات لا زالت، ما في قطاع لها في الكويت الحين إلا عنده مكافأة نهاية خدمة. عنده طبعا، بس أعتقد النفط أكثر شيء. التفاوت في هذه المتواجد الآن. يعني هذا الحين البديل الاستراتيجي اللي كان يحل هالإشكال هذا ما شاف النور. لأنه صعب، تعرفين ليش صعب؟ لأن أساس تكوين مال الحكومة تكوين ماله نظام حقيقي مثل نظام القطاع الخاص أو الشركات الخاصة. يعني الحين هل أكو شيء اسمه job description، وظيفة؟ أنا وظيفتي الحين طباع، شو المطلوب مني أسوي؟ بس أطبع، لكن في عدد مثلا هذا مو موجود على مستوى طباع، ما بالك على مستوى مدير إدارة. يعني ماكو اللي هو شنو أنت وظيفتك في هذا المكان، ما يدري أصلا يمكن شنو له ولا عليه. إذا وجدت هذا الأمر ووجدت قضية التقييم السنوي، التقييم السنوي اللي صاير على العلاقات الشخصية مو على العطاء، العطاء واحد يعطي واحد ما يعطي، واحد غايب طول عمره وياخذ مكافأة نهاية خدمة، قصدي مكافأة العاود السنوية وامتياز ومكافأة، وأصلا ما يمكن بعضهم ما يداوم زين، بس يوقع ويمشي بدري عنه. هذا الشيء لابد يتغير. إذا ما تغير عشان توصل القطاع الخاص نفس النظام وتاخذ المعادلة الحقيقية، المكافأة لمن يعطي مو لمن بس بشكل عام. وأصبحت هنالك علاقة بين المدير والموظف، وأصبح الموظف هذا على قولة ربعنا صعب بوت حق هذا أي شيء يبي يسوي له. لا، هذا إذا قدرنا نصلح هذا في القطاع الحكومي، وإحنا نعتقد أن بدينا الخطوة الأولى لأن نعطي لكل من يقدم جهد، يقدم شيء، هذا تعطيه. فعشان أضيع التوجه الآن، كل مواطن كويتي في الدولة لا مكافأة نهاية خدمة. نعم تتراوح، يعني لما تعطي نوقف أحمد عشان استراحة قصيرة عزيزي المشاهد، ثم نستكمل حديثنا مع النائب خليل الصالح. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي النائب خليل الصالح، ونستكمل حديثنا عن المكافأة وتفاوت الحين المكافأة. باختصار شديد قدمنا مشروع قانون في مجلس 2013 مجلس القوانين، وما أعتقد رح يمجلس مثل هذا المجلس في تشريعات القوانين، لأن فوق الأمية مشروع قانون صار مشروع قانون صار قانون. ومنهم اللي أنا قدمتهم وهو موضوع مكافأة نهاية الخدمة لكل مواطن كويتي يعمل في أي قطاع في ما يطلع صفر اليدين، وإنما هنالك مبلغ موجود عنده يصل بالحد الأقصى إذا استمر في دفع 18 سنة اشتراكات من عنده يحصل على مبلغ وقدره 27 ألف دينار كمبدأ مكافأة له بالعمل وظيفته. الآن هذا مشروع قانون صار. مشروع القانون الثاني آخر وهو ما يخص قانون عافية، وأصبح لكل إنسان متقاعد مسجل في الخدمة في التأمينات الاجتماعية له بطاقة عافية، يستطيع أن يدخل أي مستشفى يحتاجه دون أن يدفع دينار واحد حسب ما هو مكتوب في التشريع. دورنا حنا كمشرعين نحط القانون، اللائحة الداخلية هي تبع وزارة الصحة هي اللي تقوم بهذا الأمر تنفيذ. طبعا مشاريع قوانين أخرى، أنا يمكن هاي ثلاث قوانين بارزة، وأخوان الزملاء قدموا مشاريع قوانين وايد زينة، فبالتالي هذا المجلس قدم شيء للوطن وللتاريخ.
هل كان عندنا مكافآت نهاية خدمة بالسابق؟ ما عندنا. هل كان عندنا نظام التأمين الصحي حق المواطن الكويتي؟ ما عندنا. وكان الهدف الكبير اللي نسعي له وهو أن تكون بطاقة تأمين دولية بالكويت وخارج الكويت لكل مواطن كويتي. يا أخي يستحق هذا الشيء، ليش ما يصير؟ وسهل، محتاج ترتيب وإرادة. عندهم يا مستشفى جابر إذا ما نستغل استغلال صحيح مع المستشفيات الأخرى، ويكون هنالك فعلا كدولة صغيرة، إحنا مو 50 مليون يا جماعة ولا 100 مليون، مليون ونص 300,000 كويتي، والوافد الموجود بيدفع فلوس عشان داخل بطاقة التأمين بطاقته. محتاجة قرار وإرادة وتصير هالقضية هذه، ما نحتاج الأمور هذه كلها. فأنت معزز مكرم في بلدك والقانون والدستور ما يحك هذا الشيء، هذا الشيء ممكن يأتي بكله إذا أخرينا هالشيء. تجربتنا الحين في احنا أخذنا التجربة الصعبة، أعطينا المتقاعدين اللي هم كلهم عندهم حالات مرضية كلفة عالية، هذا ترى لو تشترك مع الشباب وتشتغل مع الأولاد تشتغل مع الجميع راح تجد أنه تتوزع، وبالتالي هذا الشيء مو ترى مو صعب، بس فقط قرار وإرادة هذا الشيء يصير. هل مستشفيات عندنا؟ بالله عليك أسأل السؤال الحين بعد ما تنتهي هالمستشفيات، مستشفى جابر، مستشفى الجهرة، والمستشفيات والتوسعات، نصل إلى 11,500 سرير في قوة سريرية في الكويت، من حق هذا؟ أسألكم من حق؟ إذا إحنا ما تصير المنطقة الكويت دولة الكويت تصير مستقطبة حق الخليج حق الدول الأخرى ونجيب أحسن أطباء ونقدم أحسن خدمات، هذا مصدر دخل. لما نقول مصدر دخل، هذا مصدر دخل. محتاجة قرار، والله محتاجة قرار. وهذا ما إحنا لهينا بالمجلس هذا استجواب وتحقيقات والله حتى كم قانون ما سوينا، بس أنا أقول هذا بعد إحنا نحترم الرأي النيابي إن هذا المجلس يسمي مجلس مال خاص ب الاستجوابات طبعاً لا ليش هو كل شيء. هذا المجلس يا ودخل فيه ناس كانوا معارضين للصوت الواحد ودخلوا الانتخابات ودخلوا المجلس وفي أجندة موجودة، هذه الأجندة طغت على المشاريع. بتقولي بتصلح، بتقولي بتعدل، بتقولي بتسوي، بالنتيجة النهائية هذه طغت. وين الحين الصحة اللي صاحت على البنزين؟ كل من ساكت. والصحة هذه كانت هي أسباب الحل، أحد أسباب الحل. أنا بتكلم الحين بشكل واضح، ما في راح. ليش؟ وين الصحة اللي كانت عليها؟ ها؟ بالتالي كانت أجندات موجودة. الحين خلصنا الحين كل شيء ظهر وبان أن لا تشريع حقيقي موجود وهنالك وقت كبير. لكن هذا لا أقول لك إنه ما في يعني الشخص اللي تبي تستجوبه وفي عليه مثالب وفي عليه تجاوزات لا خليه يمشي، ما نعتقد. لا هناك يعني المواطن دائما مثلا يقول البعض طبعا وليس الكل، يعني أنتم تضعون قانون وتطالبون يعني بهذا لكن لا تتابعون آلية التمثيل. ما الدور يله، ما يله الدور. حين أنا عندي مشروع قانون وهو كل شخص يجي الكويت بزيارة عند بوليصة تأمين صحية علشان لا يدخل المستشفيات الحكومية، يروح المستشفيات الخاصة. احنا الكويتيين لما نروح اوروبا ما عندنا شنغن، غصبا عليك تروح تحط التأمين الصحي حقك ولا ما يعطونك الفيزا. ليش احنا مقبول؟ ليش نروح دول الجوار بالامارات ما تدخل مستشفيات حكومية الا الحالات اللي هو البعيدة، تروح مستشفى خاص. حتى في بريطانيا تجي نفس الشيء. كل دول العالم نعم. لكن الاساس الحقيقي الموجود وهو انه عندك بطاقة تأمين. الحين هذا مشروع مقدم والله قاعد في 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 يعني رقم 27 ما ادري متى بيصير رقم 5 ولا 6 ما ادري والله ماني عارف هي الدور متى الدور متى متى ترى صار الحين ثلاث سنوات من مجلس 2013 نهايه الحل للحل اليوم. في فائده وطنيه، في توظيف حق الكويتيين، في تخفيف على اجهزه المستشفيات الحكومه. نعم. شنو الفروقات يعني أنت ثلاث مجالس كنت فيها، مجلس عن مجلس كيف ترى؟ شوف المجلس الأولاني طبعا هذا ما طول واحد 6 أشهر وبعدين مشى زين، وبعدين مجلس 13 مجلس التشريعات. ما أنا أعتقد ما حد راح ماكو مجلس بيصير مثله التشريعات. المجلس الحالي طغى عليه الجانب الرقابي. طغى عليه الجانب الرقابي. والجانب الرقابي يعني وفي محاولة تصحيح الموجود هذا كله، وكل مجلس له لونه، واحنا نحترم الآراء الأخرى، وهذا ديدن الديمقراطية. إذا ما تقبل الرأي الآخر ما أصبح أنت ما عندك عدالة في الشيء، خلاص بالنتيجة أن الشارع من يحكم.
المستقبل الانتخابات القادمة الشارع يرى ماذا قدم هذا المجلس أو ماذا قدم هذا النائب. هذا أمر لابد أن ينتقل إلى ترجمة حقيقية في اللي يعني. فكل مجلس له نكهته الخاصة. هاي نكهة المجلس كان نكهة ذات صبغة رقابية تطغى على التشريع. يعني هل تتوقع مثلا قانون المرأة مثلا هناك قضية وانت تبنيت الى فترة من الوقت قضية المرأة والمرأة المتزوجة من غير كويتي؟ شوفي احنا المرأة بالقانون وبالدستور هي نفس الرجل في الحقوق والواجبات، ولكن التطبيق متعطل. يعني غصب سويناه ب 2013 على قضية المرأة المطلقة تاخذ مبلغ عشان تشتري لها شقة، صح التعبير، حتى فلوس الشقة ما تكفيها. شنو 70,000 دينار شو بتعطيك اليوم؟ عطني شقة ب 70,000 دينار ما في. فبالتالي لازم تحط متلحق او تي البيوت الشعبية اللي هي غير مناسبة يعني بالامر الصحيح. يعني مجرد سكن مو مكان مناسب. فحقوق المرأة صراحة ما زالت مهضومة وما زالت لها من الحقوق لابد العمل إليها. يعني الحين في بعض القرارات الموجودة في الخاصة مثل ما قلنا الأمومة، مثل ما قلنا قضايا التجنيس من الكويتيات، قضايا كثيرة موجودة. أكو مشاكل معطلة، مشاكل اللي بيلها وقت كافي لأن يتم يعني تطبيقها. احنا نقول الكويت أحسن من غيرها، مهما تحاول وتروح وتي وتسوي مفارقات الكويت أحسن من غيرها، وايد أحسن من غيرها. اليوم في الأمور الأساسية في الحياة، التعليم، الطبابة، حق المواطنة الحقيقية عندها، خلينا نقول ضمان في بعد التقاعد، هذه موجود، أشياء أساسية موجودة في كل دولة. حتى في أمريكا ترى ما عندهم القوة هذه كلها، يعني كله نفس اللاين، نفس نيويورك، نفس مثل الأورلين مثلا، لا مو مثل اللاين. فبالتالي الكويت تقارنها بشكل أو بآخر ماشي للأمام، وإن شاء الله الخطوات الجاية تحقق القوانين التي تعطي عدالة مطلقة إن شاء الله، ما عدالة مطلقة في الكون لكن متناسبة للمرأة. قضية تجنيس الأبناء ومثلا عمل الأبناء، معاملتهم بمعاملة الكويتيين الآن، هذا ملف ساخن وكبير. احنا نقول قضية التجنيس قضية سيادية قبل أن تكون، وهنالك خمس ملفات سيادية وعيدة كرر حق المواطنين، منها راح وتم الموافقة عليه وهو قانون الإعلام عندكم، ما كان قبل للحكومة، الآن صار خلاص انطلع وتقدر تتحكم بالقضايا بالمحاكم وشابه ذلك. عندك قانون الجمعيات النفع العام والنقابات، هذا ما كان سيادي، الآن صار للشعب، هذه راحت. عندك ثلاث قوانين ما زالت موجودة عند الدولة سيادية، قانون التجنيس وتم مناقشته في مجلس الأمة 2016 المجلس هذا، وخذ دور من التصويت، كان في يعني أبعاد كثيرة تم طرحها، وهي قضية اللجوء للقضاء لحسم قضية التجنيس من استحقاقه ومن عدم استحقاقه. وهذا كان طبعا لابد من إصلاح خلينا نقول الجدر اللي فيه والبداية، مثل ما تفضل رئيس المجلس في حينه ان لابد من اصلاح الوضع ومن ثم ندخل الى الى الى, إلى المحاكم لحسم الامر. هذا ما زال سيادي. الشيء الاخر السيادي دور العباده، ما تتكيفك تحطك مسجد وتمشي، ممكن خلي الدوله زين، انت بتحط وقف وتبي تعمل شيء على في ترتيب، هذا ما زال للدوله. الاساس الثالث اللي نتكلم عليه وهو الابعاد الاداري، شيء يخص الدوله، هذا انا عندي شخص غير مرغوب فيه نمشي مع السلامه، ما كويتي يبقى. فلذلك أرجع على قضية التجنيس، أريد وأقول في إطار كبير إن قضية سيادية واحد، اثنين نسمح حق أبناء الأرامل المطلقات، صحيح في قانون لكن القانون قاعد يمشي بهدوء، وهي منحة من الحكومة وليس مصد يعني قصبا، ما في، لا هذه منحة من 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 من, من النظام إلى أنها بتزيد العدد المكون الموجود في الكويت فتعطي حق الشيء. ولكن أنا أقول الإمرأة الكويتية المطلقة والأرملة في قانون، ليش معطينا القانون؟ هذا السبب إحنا نقوله. يعني الأبناء وين يروحون؟ مطلق أرمل شو تسوي الابن هذا؟ يظل مع أمه بعدين، لا هو وظيفة موجودة لا حقيقة. الحين نتكلم اليومين
من سنة، وأنا الحين أتكلم من سنة، إحنا الحين سنة 2018، ب 2017 أقر مرسوم موجود في في الكويت اليوم إن لابد من توظيف أبناء الكويتية، ترى اليوم هذا متحقق. عطل ليش؟ ما يقولك ماك وظائف كويتية، نعم يمكن ما في وظائف كويتية، ولكن لابد أن تخرج تتكلم بشكل واضح، لابد من استغلال هالطاقات الموجودة. أنا بعطيك مقارنة صغيرة، لو أجيب وافد وأجيب واحد ابن كويتية أو بدون، هذا ساكن هنا ما راح يشتغل الكهرباء مالتك ولا يستقبل الشارع مالك زيادة، هذا مشتغل هو قاعد ما راح يطلع. أنا الوافد لازم يجي بيستعمل الشارع صار إضافة، يبي يستعمل كهرباء ما صار إضافة، وبالكويت بلاش. ليش ناس تجي الكويت؟ لأن ما في ضريبة. هذا اللي لما جيت الحين قدمت مشروع لجنة الإحلال الوظيفي، هذه اللجنة الآن خلت الحكومة شوية تفكر، تعال يبا شلون نستعمل الطاقات الموجودة، اللي نحتاجه نبيه نخليه، اللي ما نحتاجه يمشي. الحين علشان شنو؟ أنا بقول رقم يكون شوي يخرعكم، اليوم 35 ألف خريج سنويا يبون وظائف، وين وظائفهم؟ لا دولة سياحية، لا دولة صناعية، لا دولة فيها نشاط إنك تحصل وظائف، كلها وظائف إدارية، وينهم هذيل؟ وين بيشتغلون؟ سنة 2030 60 ألف خريج، يلا من وين بيروحون هذيل؟ وين وظائفهم؟ احنا فكر قدام شوية، إذا ما نفكر ترى راح نغرق نغطس، ماكو وظائف حقيقية موجودة، مو مسألة الإحلال شلتهم حطيتهم، لازم تخلق الوظيفة الحقيقية. كم واحد عندنا كويتي يدينه يدخل في الجراجات ويصلح سيارات؟ ماكو، ترى فيها خير وبركة، ما نحب. تعلمنا اللياقات البيضاء اللي ورا المكاتب، نعم إن شاء الله الفترة القادمة إذا الله قدر وقدرنا نمشي بالخط هذا للأمام حركنا، وهذه راح تستقطب نقطة تفضلتي أبناء الكويتيات سلم وظائف حقيقية. طيب موجودة. لا يكون يعني في خطتكم أنتم من ضمن المشاريع المقترحة في مجلس الأمة إيجاد يعني منافذ للتعليم من خلال التطبيقي، من خلال معاهد فنية لتخريج كوادر فنية طبعا كأيدي عاملة؟ نعم عندنا مشروع قدمناه وهي العمل الميداني اللي هي كلية صناعية أيامنا ما كانت لا يبوا، إحنا بنعطي مزايا. الحين 10,000 ممرض وممرضة في الكويت حاليا، محتاجين كثرهم حق المستشفيات الجديدة، عشان يجيب الكويتية تروح منها والله لا أرفع راتبها لـ 1500 و 2000 دينار أوصلها للغم، خليهم يروحون لما يروحون طبعاً. لازم تقدم حوافز. الحين هذه الوظيفة تحتاج إلى نوع من التشجيع عشان أخليهم يدخلون هناك، مو عيب. الطبابة من أيام رسالة الخالدة كان يروحون الحروب يسوون الشيء هذا كله، لكن إحنا وظيفة نافرة. ليش؟ لا راتب لا تأمين ومرتبط في جدول، لا يبا أغير وأعطي هذيل مليون مرة أحسن ما أجيب من برا وكلفة موجودة مالية واجتماعية وما لها. ليش أنا تكلمت على التحويلات المالية؟ أقول لك رقم يخرج 5.4 مليار دينار كويتي يتحول سنويا برا الكويت، ليش ما تصير داخل الكويت؟ ليش ما تصير؟ هذا اللي شوي يخليك تتحرك تقول لو داخل الكويت فيها شيء، ما فيها لا معلومات. إحنا دولتنا مختلفة عن دول المنطقة الخليجية تختلف تماما، وإذا ما عندنا خطط استراتيجية بعيدة راح نطيح في الجليد. ما لا شنو يعني؟ لا وظائف، شو بتصير بالشوارع؟ مو مقبول هذا. الحين لجنة الإحلال قاعد عندها خطة ذات شقين، الشق الأول اللي هو البليدنج اللي صاير الحين ده من عدله، إن تايب الكويتيين ليش قعدهم على 35,000 موظف ما عنده وظيفة، بنحل إشكالات بسرعة، وبعدين حط خطط موجودة. الدولة لازم تروح للقطاع الخاص أبت أم شاءت أم لم تشاء، هذا مستقبل عمل أي دولة، بس قطاع خاص ومتمكن ما يعطي حق الموظف عنده، هذا مو قطاع خاص، هذا قطاع يسمونه ابتزاز. ثلاثة أشهر أعطاه قال هاك ثلاثة أشهر أروح بيتكم، ليش؟ لأن الراتب ارتفع. لا 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 مو كذي، في قوانين، في قوانين تضع حق أنك أنت هذا المواطن الكويتي اللي عندك وظيفته تصل لسن التقاعد، واحد اثنين عنده برنامج تأهيل تصعده، ثلاثة في رقابة موجودة مثل ما تبي مني دعم، أعطيك أرض، أعطيك دعم مالي، أعطيك شغل يا تاجر، لازم أطلع عليك. هذه الدول المتقدمة ولا بس إحنا على أساس نعطي المرتبات وساكتين؟ لا، الدولة لا تستطيع دولة رعوية طول عمرها تطيح. استراحة قصيرة عزيزي المشاهد ثم عودة لست
مال الحديث الطيب الممتع مع النائب خليل الصالح. استراحة قصيرة. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى للحديث مع النائب السيد خليل الصالح. أبو أحمد، طبعا يعني ما يعني أدليت فيه شيء فعلا يعني يثير المواجع في كثير من الأحيان. أنت من خلال طبعا وجودك في مجلس الأمة كدور رقابي، الآن الدولة طرحت يعني مشروع تأهيل الشباب وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الشباب إلى المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. كيف ترى هذا الموضوع وهل يعود بالنفع والفائدة على المجتمع؟ طبعا هذا مشروع 2013 اللي هو سميها أنا مجلس التشريعات. هذا المشروع في محاولة استقطاب الشباب للعمل الخاص، ودعم موجود إن شاء الله يأتي بأكله بالمستقبل، ويكون هناك الشباب يروحون بهذا المكان. يعني خطوة للأمام هذه، ولكن هذا ما يكفي، محتاجة إن الدولة هم بعد تعمل أشياء أخرى قادمة. الحين إحنا جايين على خصخصة القطاعات الحكومية، زين؟ عشان تخص القطاعات الحكومية أنا أقول لابد أن يكون هنالك برنامج واضح وصريح. ليش المواطن الكويتي ما يروح القطاعات الخاصة؟ إحنا ماكو ضمان وظيفي. متى ما حس راح العمل إنه راتبه صعد، قال له مع السلامة، أو إنه يجيب له واحد أقل من عنده، وافق، انتهى الموضوع. زين؟ لا، يبي يربح أزيد. لا، لابد أن يكون في رقابة موجودة وبرنامج متكامل حتى يصير عندنا، نعم عندنا، حولنا القطاع كدولة عوية إلى دولة حقيقية موجودة. زين، شنو الأشياء اللي نقدر إحنا نسويها؟ إحنا كل قطاعات الدولة تستطيع أن تحول إلى قطاعات خاصة، بس بشرط أن تكون هنالك في عندنا الأسس والقواعد اللي تعطي ضمانات وظيفية وتعطي ضمانات للتأهيل الحقيقي. ما توقف عند هذا الحد، ولا يصير فيها نخبة تدخل في هذا المكان. طريقة الاختيار، طريقة التقييم، طريقة الأداء، هذه محتاجة إلى جهد، وأسميه مشروع دولة. إذا إحنا قدرنا نحقق هذا الأمر، مشروع دولة حقيقي للمستقبل القادم، هذا دورنا. إحنا ما نشرح حق اليوم، نشرح حق 50 سنة قدام. ال50 سنة ما تصير إلا باستراتيجيات، إلا بعقول. يا جماعة الخير، روحوا شوفوا بريطانيا ولا أمريكا ولا الدول هذه كلها، خلنا نتعلم منهم. حزب الجمهوري، حزب الديمقراطي، يتخانقون يتهاوشون، صار مني صار منك، طلع رئيس مني، بالله عليك ابحاث الفضاء وقفت، ما توقف طبعا. اي نحن وزير يقول لك رؤيتي، طير الناس كلها وحط الناس كلها وتعال مني جديد ابتدي. ليش الاسكان تعطل؟ ليش ذاك تعطل؟ ليش الامور متعطله؟ بسبب ان هذه رؤيه خاصه فيني انا بيها كذي. يلا، هذه الامور الاستراتيجيه تبقى، ما لها شغل بالتدخل السياسي ولا التدخل امر اخر. اذا ما تصير كذي ترى ما عندك تقوم. اللي صاير هناك تدخل موجود من الديوان الأميري لسوالف الجسر ولسوالف هالمستشفيات. ليش صار كذا؟ لأن في قرار، هذا القرار ضايع بالأروقة الحكومية الأخرى. دولة إذا عمل البيغراطي لن نستطيع أن نتقدم خطوة. لما اليوم عندنا خير بركة، من يقول لك هذا النفط هذا موجود بالمستقبل؟ لذلك قدمت مشروع قانون، أنا أدخل فيه مشروع قانون وطني بحت. شنو يقول مشروع القانون؟ بس وين هم عطل وقفينا، ما حد يحركه، ما تسوي والله، حتى تنبطش ابدا، تتعب وتسوي قاعد. شنو المشروع القانوني يقول؟ يقول انك انت الحين في السابق راح تتحول كل قطاعات الدوله الى قطاع خاص، القطاع الصحي، القطاع التربوي، القطاع ما ادري شنو، بطريقه معينه. زين، انا ما دام يكلفني الطالب هذا بالسنه 20,000 دينار بالسنه، لا والله اسوي له مدرسه وكف، ما تكلف المبلغ هذا كله، وبالعكس موفر فلوس، بس ومثل المدارس الخاصه. بس شنو؟ هل الفلوس مال
بدل ما اعطيه حق بالطريقه اعطيته بطريقه ثانيه، ويظل يطلع الولد هذا يطلع ان شاء الله لا ليش راح المدارس الخاصه؟ نبي دراسه زينه. وقس على ذلك على القطاعات كلها، استغلال شارع، موانئ، مطارات، كلها راح تتحول. سويت المشروع القانوني شو يقول؟ في السابق لما تيجي توزع الكويت عندها الدوله عندها محفظه وعندها مشروع وزعت الحصص حق كل المواطنين الاكتتاب وخذوا وراح، مو كل واحد عنده القدره حتى يسدد فلوس الاكتتاب ويدفع يبيع بطاقه المدنيه قال يا معود روح وبعدين لما يكبرون لهم ما عليهم. احنا سوينا قانون حفظنا للاجيال هذه حقها. يعني تكبر تلاقي قدامك فلوسك، صندوق الوطني للاجيال القادمه. شو يسوي هالصندوق؟ كل الاسهم بالشركات اللي تصير الحين حاليا تحفظ في هذا الصندوق، ولما تكبر عمرك سن الرشد بنعطيك فلوسك. يعني ما راحت بالخربطه ولا راحت الابيه استعملها، بس ايضا لازم تكون تحت رقابه. طبعا مسوينا تحت هيئه الاستثمار وفي رقابه موجوده. نعم. وفي مجلس اداره مكون من جهات كثيره. لكن يعني انا قاعد اقول الدولة ما تستطيع طول عمرها تقول لك انا بعطيك حق الزواج مالك مكافأة، ولا اقدر اسوي لك بعثة دراسية، ولا اقدر اعطيك شيء معين انت في بالك. انا قاعد اقول لك لازم تستثمر هذا الامر، وهذه الاسهم سميها اسهم ما تنباع. هذه تظل تاخذ ارباحها، تاخذ ارباحها فقط. هذا الصندوق موجود مقترح بقانون، لكن وين؟ مغرز. أنا أقدم إن شاء الله يطلع من التغريزة من الحفرة هذه. تجربتك البرلمانية أبو أحمد هل أنت راضي عنها؟ ولله الحمد. أولا الإنسان لازم يكون عنده قناعة في الداخل بذاته أن هل متى ما يستطيع ما يقدم لازم يترجل. أنا قناعتي كذي، وعندي الجرعة شفت نفسي بعيد عن الأداء أمشي خلاص غير عنده شيء ثاني. هذا واحد. بعد يعني قضية لو دامت لغيرك لما اتصلت اليك. فلذلك خليك يكون من عندك البدء احسن ما يكون الزمن هو اللي يغير لك الشيء هذا. ما دام عندك عطاء وقادر تنوع في عطاءاتك انا اقول لابد ان يستمر الواحد. الحمد لله رب العالمين الفتره السابقه من 13 الى هذه الفتره هناك مجموعه قوانين، مجموعه مشاركات، مجموعه اعمال، ولله الحمد يعني لاقت استحسان المواطنين واهل الدائره من خلال تواجدهم معي، ولكن لن يستطيع الانسان يصل للكمال. هذا واحد موجود، وهذا قانون المشاريع اللي تسوونها والانجازات تسويها الوطنيه هي مو رجل واحد، هي لازم يتفق عليها الغالبيه الموجوده من البرلمانيين والحكومه كذلك حتى قانون حقيقي وللمستقبل. فلله الحمد يعني مجسي الحقيقي وهو الشارع واللي يلتقي. هذا انا عندي قناعه بذاتي لان يمكن 25 سنه بحملات الحج بتعلم العمل الميداني فاواصلهم واعدهم واسمع منهم. لما تسمع تحصل المعلومه. الحين انا سمعت عندي الحين بحوارج نقطه نقطتين اختم الحين احطهم على الكتر اي ادونها واشوف لها حل. شلون نسوي مشروع قانون؟ شلون نسوي مقترح بقانون؟ ممكن يعطينا يعني شيء يعني ذات فائده للوطن والمواطن. هذا ديدني في الحياه الحمد لله، وهذا حياة من ذي الصغر الحمد لله رب العالمين. ابو احمد مسجد الصادق انت كنت احد الرواد الذين يصلون في هذا المسجد. سبحان الله انا ما كنت رايح على المسجد لاني انا اوزع صلاه الجمعه بمساجد مختلفه ما اركز على مسجد واحد. زين وما كنت متوجه سبحان الله قدر القدر اني رحنا هناك. و سبحان الله يعني انا عاده اصلي صلاه الظهر بالمضان وبعدها اسمع خطبه وهذا وفي صلاه العصر عاده انا بعد انزح وراء اقعد مع زميلي. سبحان الله هاليوم ما رحت رفيجي راح وانا قعدت. يمي واحد من الشباب يسالني اسئله معينه عن مستقبله وين البعثات الزينه. والله الحين اقول لك قلت له اليوم الوظيفه المؤكده هي في القطاع الصحي. ماكو وظيفه مؤكده، تخلص تشتغل. الباجي تروح تسجل في الخدمه المدنيه وتطلع دورك. زين؟ ما سمعنا الا الانفجار في الركعه الاخيره وقعد. الحين رفيج عمري وياي 30 سنه وياي بالحج و30 سنه وياي في حياتي وكلها قاعد ورا يطرني حاشته الطقات، لكن الحمد لله صحته زينه.
كبيرة ولو تنفجرت كلها كلها جزاز الكريستالات اللي فيها كلها يعني محددة خالصة بعد بروح شظية تيك مع السلامة. زين هذا الجانب وانفجار مفاجئ وظلمة وصياح هذا وأشلاء طايحة وتشوف الناس المهم شاء ما شاء القدر ولله الحمد يعني كانت رباطة الجيش موجودة ورحت تحدثت بقناة العربية ذاك اليوم نفس نص ساعة مش مشت طلعنا كل الجرحى والقتلى الشهداء وديناهم إلى المستشفى الأمير ومستشفيات أخرى رحنا لهم هناك كذلك بعدين الكلام اللي وجهته قلت التالي كان بابتغاء أن يغير من مكون المجتمع الكويتي ويجعل بين الفتنة فوتوا الفتنة وإحنا في أزمة ما كانت موجودة في العالم ما يعني لا أيام التتار الحوسة اللي صارت في العالم كله الدمار والقتل اللي صار في الشرق الأوسط كله هذا الشيء فوتناه وتعززت هذه القضية بدخول حضرة صاحب السمو يعني صراحة بحملات الحج بتعلم العمل الميداني فواصلهم واحدهم وأسمع منهم لما تسمع تحصل المعلومة أحيانا سمعت عندي الحين بحوارج نقطة نقطة أخذتهم الحين أحطهم على كتير أي أدونها وأشوف لها حل شو نسوي مشروع قانون شو نسوي مقترح بقانون ممكن يعطينا يعني شيء يعني ذات فائدة للوطن والمواطن هذا ديدانين في الحياة من كان يريد أن يثير الفتنة في هذا البلد خلاص الإطفائي الذي أطفأ أي نار كانت تريد أن تولع الله يحفظه هذا الرجل الآن في المكامن الدولية في الأمور الدولية يعتبر رجل أول للسلام رجل أول للإنسانية يتحمل الأذى ويتحمل القول والكلام اللي ما يستحقه بكبر عمره وصحته قاعد مش احنا موفقين والله موفقين ان نجد مثل هذا الرجل في هذا المكان في هذا الزمن اللي كانت الفتنه الكويت الا هذا الكلام وهذا قال لهم انت كلكم عيالي انتم عيالي الكويت هذا تاريخ حين يسجل في التاريخ هذا وتظل هذه القضيه قضيه وهي ما تسمى بالوحدة الوطنية التي غابت كانت موجودة أيام الغزو راحت 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 ردت مرة ثانية بقوتها وعزيمتها وتماسكها بفضل حضرة صاحب السمو أنا أقول الله سبحانه وتعالى قدر للشهداء أن يكونوا في المسجد وفي رمضان وفي حالة سجود وحالة صيام هذه العمل الخير يعني أنا أقول لا الله حفظ الكويت بأمير آمين والله حفظ الكويت بناس مؤمنين وإحنا لازم نطرد نحرق الفتنة 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 الطائفية إذا أتت والله خذت الأخضر واليابس والله خذت الأخضر واليابس طبعا فلذلك لازم نفوت الفرصة لأن لا نستطيع أن نتعايش بين الوطن وبيننا من داخلنا الصدور فيها داخل شيء من القيح الذي لا يستطيع الإنسان أن يقول والله ما لا لا الكويت منذ الأزل كتلة واحدة وإن شاء الله فضل حضرة صاحب السمو تستمر هذه المسيرة ونكون إحنا مواطنين للوطن يا جماعة سنغافورة فيها 60 مليون ما هم عندهم الخمسة هذه كلها 50 ما أدري شنو ما أدري صينيين ما أدري ماليزيين ما أدري ملل على لكن شعب عايش متعايش دولة واسطة فوق ليش احنا ما نجي؟ لأن الغير يستخدم الكويت مسرح عمليات احنا حاضرين بطن الله. محمد يعني مسيرتك العملية بدأت منذ كنت طيار مراحل مختلفة، كيف تصف لنا هذه الرحلة قبل لا ننهي حلقتنا؟ بداية نشكر الله سبحانه وتعالى إني وفقني لأداء بعض الأمور الخيرية ومنها أتكلم على
حملات الحج الوقفية. نعم. وكنت يعني في أزمة من أزمات يعني يدرون وزارة الأوقاف شنو اللي سوينا لهم يا ولكن مولدنا لكن هذه واجب علي. كل حملات الكويت أقف معاها حتى سيّر نجح عمليتها مالتهم. هذه من الله سبحانه وتعالى. والمنحة الإلهية الأخرى إن أعطاني هذه الفرصة حتى يختبرني شلون بهذا المنصب تقدر تخدم الناس المحتاجين اللي هم ما عندهم أحد. والله لو تسمعون يعني في مشاكل محتاجة من دخل بسبب البيروقراطية بسبب نظام الموجود ما يستطيعون يوصلون. طبعا بالتالي أعطاني المنحة هذه إني أقدمها للناس ولله الحمد. أقول أقف وأقول لله لك الحمد والشكر. والشكر الأخير إن الله سبحانه وتعالى أعطاني والدة دائما تدعي لي بأن الله سبحانه وتعالى يسددني على طريق السليم ويبعد عني خطوات الشيطان. أنا أقول شفت حياتي ولله الحمد مريت في تجارب كثيرة مريت في حالات خلنا أقول أكثر من مرة إلى الله قدر أن يكون هناك حالة ممكن تفقد حياتك فيها إذا كان مسجد الصادق ولا كان بزلزال ما أدري وين ولا كان أمور خاصة بالطيران أمور خاصة ما أدري إيش. فالله سبحانه وتعالى الله هو الحافظ. وأنا أقول شكر لله على هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى لا يفتننا فتنة لا نستطيع أن نقاوم. فإحنا كلنا مفتونين في هذا والقرآن مذكور في سورة العنكبوت يعني حسب ألف لاميم حسب الناس الذين آمنوا لا يفتنوا لقد فتنا الذين من قبلهم المؤمنين فتناهم ما بالك الإنسان عادي. فأرجع وأقول التالي إن إن شاء الله راضي عن أدائي لكن لا مو هذا طموحي. وأتمنى أن أقدم شيء أكبر ومحسمة يعني للوطن وإن كانت أفكار عندي إياها بس ما أقدر أقولها بالتلفزيون أقول للشاه بعد شوية عشان سر إن شاء الله أخشى ما تمشي الناس ما تمشي لا إن شاء الله تمشي يكون عملي ممنهج ومرتب ومن ثم نقدمه يكون واضح للنتيجة. فأنا أقول لك الحمد يا ربي ولك الحمد على هذا الأمان عندك أمان وعندك صحة أقول الحمد لله توفيق من رب العالمين الله يسلمك وشكرا شكرا لك شكرا أنا لا أستطيع أن أجد الكلمات المناسبة لكم بالشكر والثناء والعطاء شكرا. وفريق عملكم كلكم شكرا. بارك فيكم على هذه الله يبارك فيك. أتمنى أجيالنا وأبنائنا يعرفون أن من لا وطن له أصلا يعتبر نفسه لا هو مكون في هذا الإنسان عايش لا. في ختام هذه الكلمات الطيبة التي تمس شغاف القلب نشكر ضيفنا العضو البرلماني السيد خليل الصالح شكرا لحسن المتابعة ونسأل الله التوفيق له في كل ما يتمنى لأن في النهاية لخدمة هذا الوطن للكويت والكويت تستحق منا الكثير. تحياتنا وإلى اللقاء. شكرا محمد.